فأذكر لكم، ولا أذكر والله هذا إلا من باب التعليم، يعني يأتينا سائل يسأل ونحن على مائدة الإفطار يسأل عن القيء، يعني هل يناسب أن تسأل عن القيء والناس يأكلون؟ هذا عدم فقه، سؤال شرعي صحيح، لكن ليس من المناسب أن تذكر عند الناس على موائدهم ما يستقدر، فإن هذا يؤثر في نفوس الناس، وترى في وجوه بعض الناس الاشمئزاز من هذا الكلام، مع أن سؤاله حق لكن كان في غير مكانه. يأتي بعض الطلاب وأنا في طريقي للدرس يقول عندي سؤال، يقول الناس ينتظروني، يقول بس سؤال، تقام الصلاة، يقول عندي سؤال، يقول وقيمة الصلاة، قال سؤال بسيط، هذا يجعل يعني ندرك الفوارق بين عقول الناس وبين فهم. يأتي بعض الناس، ذكرت هذا من قديم، ويرى بعض أحد المشايخ في الطرقات ويناديه باسمه من خلفه، يا شيخ يا شيخ، وهذا يكثر في الوافدين الذين لم يتأدبوا، فهذا ليس من الأدب وليس من اللطف وليس من الخبرة بمجالسة الرجال. وابن مسعود كما ذكر في بعض طلابه أنه كان أو أنس كان يجلس في مجلس، يقول فجاء من يسأله فوجده في ذكر الصباح فانتظر ثم قام فصلنا، فلما صلى جاءه السائل وجلس بين يديه وسأله. الآن بعض الطلاب يجد بعض المشايخ يقرأ قرآن فيقطع قراءته، يا شيخ عندي سؤال، طيب هذا متلبس بعبادة، يرفع يديه للدعاء، يجلس بجانبه، عندي سؤال، يجلس للذكر بعد الفجر لا يريد أن ينشغل بشيء، يقول عندي سؤال. بعضهم جلس عندي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ينتظر إجابة، أي فقه هذا وأي علم وأي حرص؟ فهذه الأمور كلها يعني من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم ولعموم المسلمين أن يعرفوا هذه الأداب ويعرفوا الأخلاق ويعرفوا الأحوال ويعرفوا المقامات ويعرف كيف يخاطب الناس. ما يناسب ترى شيخ تناديه من ورائه وتجري وراءه وتريد أن يأتيك ويجلس عندك ويجيبك على سؤالك، قم إليه، مع أن بعض أهل العلم كره السؤال للشيخ إذا كان في الطريق، فكيف بمن يهديه من خلفه؟ وعلى كل حال هذه الأمور كلها ترجع إلى عدم اللطف كما ذكرنا، فاللطف هو مراعاة المناسبات ومراعاة الأحوال، مراعاة الكلام ومراعاة المقدمات بين يدي الكلام، كما كان بعض أهل العلم والفضل إذا سأل قدم بين يدي سؤاله أحسن الله إليك جزاك الله خيرا، ثم يسأل، أثره عظيم في النفس عندما يسمع المفتي هذه الأساليب وهذه الطرق، بخلاف الذي يشرع في سؤاله بجفاء وغلظة، سمعتك قلت كذا وكذا، وأنا سمعت فلان قال وكذا، وهذا اختلاف أشكل علينا وفرق الطلاب واختلاف، وكأنه يخاصم، ما جاء ليسأل جاء ليخاصم، فيختلف الناس. ولهذا سبحان الله العالم وطالب العلم يقرب من الطلاب ما يكون فقيها عاقلا، ولا يظن أن الشيخ يأخذ من جملة الطلاب الذين يحضرون ينظر إلى صورهم وإلى أشكالهم أو حتى إلى شهاداتهم العلمية. طالب العلم هو الذي يفرض احترامه ومنزلته على شيخه بأخلاقه وبأدبه بحرصه على الطلب وبفقهه في السؤال فيما ينفع،